علي مرحبا. مرحبا يا هدول. عم ناول في الفترة هذه طلعت مع سول كينج، المرة هذه تطلع مع فنانين توانسة. شو الفرق ما بين الزوز لحظات نفس المسرح؟ مع سول كينج كانت أباريسيون معناها قوية وباهية برشا، والسنة معناها مع ارتيستوات توانسة وفيستيفال هذا معناها نحن باش ندشنوه، كاو هذايا شنو هي الفرق معناها؟ سينو كارتاج يقعد كارتاج. فماك الدقة، ستريس، الخوف، التوتر؟ ديما هذيك في كل شو متاعي، في كل شو فما. منين يجي الخوف هذا؟ والله مش خوف، تراك ستريس، لازم بيرفورمانس متاعي تكون كيما حضرتها، لازم بيبليك يكون حاضر بالكدا، لازم معناها هذوما ديما الحاجات اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا وما يعرفوش الخصوصية متاع لي شو متاع الهيب هوب والراب. قول لكم انتم موسيقتكم مسجلة، تحركوا فيمكم برك، تلعبوا بلاي باك، صحيح الكلام هذايا؟ مانيش نطلع نعمل بلاي باك ونتابع الموسيقى، انا نغني اوتو تيون لايف، معناها تراك تسمعوا لايف كيما تسمعوا في اليوتيوب ولا في السبوتيفاي. اليوم شفت الستيج اللي تعمل وعملت عليه طلع، لقيت دي زيكرون، لقيت فما حاجات تعملت تكنيك مو قوية برشا. قداش الشيء هذا ينجم نهار اخر يقول علي يلزم نتعدى المرحلة هذه، مرحلة الشو الكبير؟ أنا واحد من الناس حاولت برشا باش نحسن الستيج متاعي، ديجا عملناه وكي طلعت في كارتاج ما طلعتش وحدي، عملت شو كامل، وأنا قلت لك ديما نحاول برشا مرة ومانيش أنا النجم معناها كيما الشو متاع كارتاج، ما نجمش أنا وحدي نعمل في معناها في كونسير واحد كونسير آخر متاعي أنا، نجم نعمل شو كيما في كارتاج، معناها مصروف قريب ل 100 مليون مصروف. دونك ماهيش مربوطة بينا نحن الارتيستوات، مربوطة بالتيرا بالبلاتفورم بالسين اللي تطلع فيها بالأورغانيزاسيون بالمهرجانات بكل شيء، فهمت؟ ما كانتش غلطة اليوم كي تحسب أنك عملت برشا على سبوتيفاي؟ ما عملتش أنا على سبوتيفاي، أنا هبطوا الألبوم في سبوتيفاي كيما الناس الكل، يعني كيما العالم الكل، مش تسمع العبيد ألبوم كامل مع بعضه، ماهيش غلطة معناها هذيك حاجة للبيبليك عطيتها وبرستيج. حبيت إيماج ارتيستيك، فما إيماج ارتيستيك، حبيت على العنوان، حبيت على تيتر هذاك انه الاي الفنان الاكثر استماعا على سبوتيفاي في كل الشهر هذيك. والله ما حبيتش على الحاجه هذيك، حبيت على اول تونسي هبط البوم على سبوتيفاي، حبيت على اول واحد في الجينيراسيون بتاعي قادر نهبط البوم كامل، يعني حبيت على الحاجة هذه. كنت النجم نتبعها سينجلوات كيما الناس الكل، اوكي سينجل ناجح، اوكي سينجل ناجح، اما فما ايماج اخرى، الارتيست عنده البوم، فهمت، يتقاس بالالبوم، راهو الارتيست عمره ما كان يتقاس فما غنيت حقه متصوروا. بالنسبه للكليبات انا كنت معمل البومي باش يقعد في سبوتيفاي وسيف كامل باش نهبط كليبات، صارت لي مشكله مع الديستريبيوشن تاعي نتاع اليوتيوب، الموسيقى كي تتسرق من سبوتيفاي تهبط في اليوتيوب، توا معناها توا تكتب اسمي في اليوتيوب تلقى موسيقى الالبوم الكل مفرطه، حرقت، صارت مشكله مع الديستريبيوشن، معناها ما بلوكيوليش الغنيات اللي لازمهم يتبلوكيو، خاطر هي الغنيه نورمالمون تتحط في جوجل كي انت تابلودي تتفسخ اوتوماتيكمون، فهمت، وكهو قعدت نفوض فيها المشكله هذيك، اللي انت كونسوميت الموسيقى في اليوتيوب، دونك قلت خساره باش نهبط كليبات موسيقى معناها ما تسمعت برشا، ما تحرقت بريسك، كهو ان شاء الله نهبط كليبات في الالبوم الجديد ان شاء الله. عندنا حاجات جدد؟ اي بيان سور. قداش؟ شنو قداش؟ قداش من مورسو؟ عندي مرسوات انا توا ما نعرفش، نخمم توا نهبط سينجلوات كالعاده، والا نخمم نلمهم ونهبطهم البوم اخر. نولي نهبط زوز البوبيت في عام. ما نعرفش، اما الاكثريه تمشي سينجلوات خير. السينجل الجاي موجود؟ اي السينجل الجاي موجود، يتصور بالكدا، يجي في الوقت المناسب، مازال عندي شويه عروض، مازال عندي بنزرت بعد غدوه، ليالي بنزرت بعد غدوه، مازال عندي شو في مالطا، عندي المانيا، فهمتي، يلزمني نعرف كيفاش نقسم وقتي ما بيناتهم الزوز باش نكمل نصور الموسيقى ونهبطها. كيما تقول الاغنيه تنصرف تنصرف. علو، يعطيك الصحه. عايشك هادي، ميرسي بوكو.